برحب في البداية بالمطرب الكبير حسن فؤاد، أهلا بيكم منورنا بالخط العريض ووحشتنا. أنت فين؟ أهلا بيكي، أنا اللي سعيد مع حضرتك في البرنامج بالخط العريض. موجود كل حاجة موجودة وبنعمل حاجات حلوة إن شاء الله، الناس هتسعد بيها بإذن الله هنتكلم في كل إن شاء الله التفاصيل، إن شاء لكن الله. البداية حسن فؤاد اللي كون هذا الشخص وشاور على الموهبة مين؟ الله، انت رجعتيني لايام جميله. حبيبي ورحمه الله عليه الاستاذ الكبير، اول حد كان سمعني مأمون الشناوي، الشاعر الكبير. ولما تقولي مأمون الشناوي بقى يعني بعيد عنك حياتي عذاب، ودارت الايام انساك. نعم يا حبيبي، نعم لعبد الحليم حافظ. مأمون الشناوي قابلته امتى وكان عندك كم سنه وحصل ايه؟ بتقولي والله مأمون مقابلتي الشناوي عادي. طبعا احنا بنقرا الاسم الله بنخاف. الله، طبعا مأمون الشناوي ده اخر ظرفاء العصر. مأمون الشناوي ده كان حاله ما تتكررش تاني. اولا انا قابلته بترتيب ربنا سبحانه وتعالى بمحض الصدفه، والله قابلني مقابله، شوفي ما كانش بيشوف في اخر ايامه حبيبي. ايوه، فلما سمعني وعجبته لقيته، عارفه عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه جدا، قال لهم وصفوا لي حسن، بس وصفوا لي حسن شكله من الفنانين بتوع زمان، قريب شبه من مين؟ مين؟ عشان هو يبقى عارف عايز اعرف قالوا شبه مين؟ شكل الراجل ده. عندي فضول اعرف. قالوا له والله، قالوا يعني سامعك ساعتها كنت مليان السنه كده، فقالوا هو يعني قريب، هو اطول شويه بس هو قريب من احمد رمزي شويه. فطبعا انا هم يقولوا لي يقولوا بقى ماليش دعوه.